بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا متابعينا الكرام احييكم اجمل تحيه مع انطلاقه شوطنا الخامس في تعداد اشواط صباحي هذا اليوم. الشوط الخامس وهو الخاص بالثنايا الابكار المحليات الاصايل المملوكه لابناء القبائل في مسافه ورحله 5 كيلومترات مع الظهور الاول لهذا السن في هذا الموسم. نسير مشاهدينا متابعينا الكرام نتابع الصدارة هذا الشوط، نتابع البداية، نتابع من المقدمة وأرهني الدانة. أرى الدانة من انطلقت بالصدارة بشعار راشد بن عامر بن دعفوس المنصوري. نتابع المركز الثاني ومن الجانب الآخر أرى هناك جبارة راشد بن مطر بن لاحج الهاجري من يتابع انطلاقة جبارة، ومع المركز الثالث مشهورة عبد الله بن سعيد بن حسين الخاطري بين بذ انطلقنا مع المركز الرابع. بأرى التسلل في هذه اللحظات والانطلاق أيضا التسلل من لغزي لأحمد بن مسري بن سالم بالعرض الحميري. الدور دور المركز الخامس، خامس التحديات، ومن الجانب من الجانب الآخر أرى هناك الدرعية سالم بن راشد بن دغيش الكتبي من يتابع انطلاق الدرعية مع المركز الخامس. أرى التسلل أيضا لهملولة اللي انطلقت مع المركز السادس وشعار محمد بن عبد الله بن زعل السبوسي أيضا أو الفلاسي من يتابع انطلاقة هملولة مشاهدينا متابعين الكرام مع المركز السادس والسابع. التحديات انطلاق أيضا الكورة لمحمد بن سيف بن حسين العليلي النقلة التالية مع المركز الثامن. وأرى التحديات من نسايم لظافر بن مسعود بن هادي الأحبابي تاسعا ننطلق أيضا مع التحدي مع الإثارة. وأرى هني مياس راشد بن سعيد بن منانة من أعلن هذا الانطلاق والتسلل للدوحة لنواب بن نوح بن أحمد البلوشي مع المركز العاشر. هذه النتيجة مشاهدينا متابعينا الكرام، ندان الأول للعشر المراكز الأولى، ولكن نعود مع الصدارة نتابع بداية هذا الشوط. يا سلام التحديات رائعة، الانطلاق الحاضر دائما بهذه التحديات وهذه الانطلاقات الجميلة من أرضية هذا الميدان. نتابع الصدارة وأرى هني الدانة، أرى الدانة على مقدمة هذا الشوط. يا سلام راشد بن عامر بن دعفوس المنصوري من يتابع انطلاق الدانة اللي قايدة هذه الجموع منذ البداية وهي تندفع بناموس هذا الشوط مع الظهور الأول لهذا السن. يا سلام في هذا الموسم. المركز الثاني أرى التحديات أيضا والتسلل، التسلل من جبارة من تنطلق مع المركز الثاني بشعار راشد بن مطر بن لاحج الهايري، ولكن من الجانب الآخر أرى التسلل مع المركز الثالث للغزيل أحمد بن مسري بن سالم بن عرطي الحميري، والقدوم أيضا من مشهورة لعبد الله بن سعيد بن حسين الخاطري مع المركز الرابع. خامس التحديات الدرعية سالم بن راشد بن دغيل الكتبي من يتابع انطلاق الدرعية مع الكوكب الخماسية، اللي ابتعد عن ابتعاد كلي عن بقية المراكز. ومع المركز السادس ننطلق مع هملولة لمحمد بن عبد الله بن زعل الفلاسي من يتابع انطلاقة هملولة. وسابعا من الجانب الآخر أرى التسلل للنسايم لظافر بن مسعود بن هادي الأحبابي. ثامن التحديات من الجانب الآخر انطلاقة جساسة لخلفان بن محمد بن خلفان الهامري من أعلن هذا الانطلاق، من أعلن هذا التحدي مشاهدينا متابعينا الكرام. ولكن نتابع المركز التاسع، وأرى هني الذيبة لخليفة بن عبيد بن خليفة الحميري. يا سلام عاشر التحديات مياس لراشد بن سعيد بن منان الكتبي. هذه النتيجة مشاهدينا متابعينا الكرام. الميدان الثاني مشاهدينا متابعينا الكرام للعشر المراكز الأولى، ولكن نعود مع الصدارة نتابع بداية هذا الشوط. يا سلام
التحديات رائعة، الانطلاقات جميلة، وأرهني الدانة، أرى الدانة على الصدارة، الدانة على مقدمة هذا الشوط منذ البداية وهي تقود هذه الجموع مع هذه التحديات. راشد بن عامر بن دعفوس المنصوري، من يتابع انطلاق الدانة على مقدمة هذا الشوط المركز الثاني. أرى التحديات أيضا، الانطلاق الرائع من الغزيل بشعر أحمد بن مسري بن سالم بن عرضي الحميري، ومع المركز الثالث جبارة لراشد بن مطر بن لاحد الهايري. وأرى التسلل، نتابع انطلاق الذيبة اللي تسللت مع المركز الرابع خليفة بن عبيد بن خليفة الحميري. يا سلام، نتابع أيضا الشعارات الذي بدأت تتدفق في هذه اللحظات وتنطلق مع المقدمة. المركز الخامس من الجانب الآخر جساسة لخلف بن محمد بن خلوان الهامري، من يتابع انطلاق الجساسة مع المركز الخامس. والسادس التحديات سلطانة لمحمد بن خليفة بن قحيد المهيري، من يتابع انطلاقة أيضا سلطانة مع المركز السادس. ولكن نعود مشاهدينا متابعينا الكرام مع صدارة هذا الشوط والكيلو المتر الأخير والخطير. يا سلام، نتابع الدانة على مقدمة هذا الشوط منذ البداية وهي تقود المجموعة بدون أي أوامر تذكر حتى هذه اللحظات. من يتابع انطلاق الدانة؟ راشد بن عامر بن دعفوس المنصوري، من أعلن انطلاق الدانة على قدمت هذا الشوط مع هذا التحدي المثير. يا سلام، المركز الثاني. أرى التحديات أيضا من الغزي الأحمد بن مسري بن سالم بن عرضي الحميري، ومع المركز الثالث القدوم والتحديات من سلطانة لمحمد بن قحيد المهيري، من يتابع التسلل من نشوة لعبيد بن محمد بن سالمين المنصوري، من أعلن هذا الانطلاق وتتسلل نشوة بأول نداء مشاهدينا متابعينا الكرام. ولكن نعود مع الصدارة في اللحظات الأخيرة في الأمتار المجنونة. يا سلام، الدانة على مقدمة هذا الشوط. يا سلام، قامت رأس وانهت الشوط رأس. اللحظات الأخيرة الدانة راشد بن عامر بن دعفوس المنصوري، من يتابع انطلاق الدانة وهي تقترب من خط النهاية. تهانينا لراشد بن عامر بن دعفوس المنصوري على فوز الدانة بالمركز الأول. هذه لحظات وصولها واغترابها من خط النهاية. تهانينا لراشد بن عامر بن دعفوس المنصوري على فوز الدانة بالمركز الأول. المركز الثاني الغزيل أحمد بن مسري بالعرض الحميري. المركز الثالث نشوى عبيد بن محمد بن سالمين المنصوري. المركز الرابع تصل فيه جساسة خلفان بن محمد بن خلفان الهاملي. المركز الخامس الشاهينية لعبد الله بن صغير بن بدر العامري. هذه النتيجة مشاهدينا متابعينا الكرام للخمس المراكز الأولى. نعود مع التوقيت الزمني ولحظات وصول الدانة إلى خط النهاية. تقطع مسافة 5 كيلومترات في فترة زمنية مقدارها، هذه لحظات الوصول، 8 دقائق و9 أجزاء من الثانية. تهانينا لمالك الدانة راشد بن عامر بن دعفوس المنصوري، بينما اللي وصلت مع المركز الثاني ثمان دقائق ثانيتين وثمان أجزاء من الثانية. توقيت الغزيل، تهانينا لأحمد بن مسري بالعرض الحميري واللي وصلت مع المركز الثالث نشوة. تقطع المسافة في 8 دقائق 2:03 من الثانية. تهانينا لمالك نشوة عبيد بن محمد بن سالمين المنصوري.